مراد اسكافي من ولايه البريده. الاسكافي هذا المشروع هذا المتواضع اللي اعطيته لمسه بعد ما خرجت شويه على الكوردوني كما نقولوا احنا الكوردوني التقليديه، اعطيته لمسه جديده اللي هي اضافه كما كتب هنايا تجديد الاحذيه، تصليح وتجديد الاحذيه خاصه الاحذيه الاصليه اللي غالب الناس يشريها بسعر غالي بزاف، وبعد مرور الزمن راح تتهرى، راح تضعف، تنقص القيمه تاعها. انا حبيت اسم الخدمه هذه بازيت على الاحذيه الاصليه، جبت دي برودوي من الخارج، حتى من امريكان وسبيغا دي برودوي نيتواياج لمنيا اللي يعطيو لمسه جديده للحذاء خاصه الحذاء الاصلي. الاحذيه هذه الاصليه اللي نعطيها لمسة خاصة في اللون، كان كثير من الناس اللي يكره اللون، يكون عنده حذاء أبيض ولا أصفر ولا كذا يكره من اللون تاعو، جبنا لهم صبيغة أصلية اللي تغير اللون تاعو وتعطيه لمسة جديدة اللي تخليه مولاه شغل تولي عنده رغبة باش يلبسه ويحبه وكذا، كما يقولوا الناس زمان جديد حبه والقديم لا تفرط فيه. يسمى احنا بازين على لا تفرط فيه، هذا هو الاوبجيكتيف تاع الاسكافي باش ما تفرطش في الحذاء تاعك، خاصه الحذاء الاصلي اللي غالي ويبقى على اصله. كي تغير له اللون ولا دير له نيتواياج ولا دير له مثلا كاين وين يزياق عليه، كاين المول اللي نعاود نوقفوه، وكاين المول اللي نعرضوه، وكاين حتى لابريس كي ينحل ولا في لي كوتي ولا نعاودو نكوريوه ونبليسيوه بطريقه احترافيه. والحمد لله هذا الشيء كما نقولوا راهو جاب اقبال كبير من طرف المتابعين، خاصه اليوم يتابعوا في السوشيال ميديا.